un autre événement. Fi wist l'événement ismo Tunisian Group Jeepers wli tmathel fi l'maghroumin bil mark Jeep avec des différents modèles pour حضور العائلات رجال ونساء وصغار واستعراض القوة ولي كاركتيرستيك نتاع الماركة هذه. Tunisia Jeepers, c'est un groupement de Jeepers tunisiens, c'est un phénomène international. Et nous qui avons créé ce phénomène-là, ce phénomène, ce hobby des Jeepers partout dans le monde, maintenant on a Tunisia Jeepers. Donc. Pour moi, pour mon cas, en fait, c'est un rêve d'enfant. Donc la voiture et en particulier Jeep. Le gramme, comment ça a commencé? Ça a commencé par une visite Mar le Sahara, donc c'était avec un groupe d'amis. نبيها بكل يوم نغسلها ننظفها حتى ما نخرجش بها نعدي وقت معاها قطاعي عم بدلها وماش يتبدلوا ديما معناتها هذاك غرامي معناتها ديما مغروم كان بها هي فماش واحد ما كانش مغروم بالجيب هذيك واحد كشيء نتاع ماكايفر واللي قعدته في حياته لوحده كشيء دونك خذينا خذيت اون جيب غرمت بالجيب ريسامون صافي 2 ans suite à une demande mardi طلبتني باش ناخذ لها جيب يا اخي حصلت وعندنا نحن في الجروب ديما نقولوا اللي تضربوا الزريقه نتاع الجيب سيء. استغرام اللي احنا خاطر خدمتنا فلاحه دونك كنا قبل عندنا لي زوندروفي لي جيب فهمتني مسجد دونك سا باسي دو بير اون فيس. Sick and he's spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot, found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine, he's a prick, he's a cop. C'est une voiture, mané, qui te donne l'esprit d'être très, très, très libre. Le caravadeia, c'est la seule 4x4 في toutes les marques. Elle est toi, les cabriolets, le colha, toi, les ariens, le carab, le col, t'nahi l'arbre à biben, t'nahi scaf. عندك اسبري معناها ليبر معناها تتحوس بها معناها الشيخ على الاخر. ايفينمون كان حلو برشا على مده 4 ايام خلى عشاق الاوتوموبيل يتمتعوا بدي نوفو مارك ودي نوفو موديل مع الاسوام اللي كانت معقوله وفي المتناول. نبدأ للنيوز باللانسيا دلتا فوتوريستا. الكهرباء هذه هي ليكون إيطاليان لانسيا دلتا انتجرال متاع عام 1989 ريفيزيتي بار أوتوموبيلي أموس الشركة الإيطالية. Les ailes, les boucliers, le diffuseur, l'aileron ou les jupes latérales en carbone, fait l'habitacle dans le cadre des contre-portes de pédaliers en alu, volant avec commande intégrée ou tunnel central en carbone. Ou bien les suspensions, le freinage ou la transmission de Badlo ou le moteur ou les trous de 330 zéla. L'ancien Delta Futuriste a tsana ou menha ken 20 karahba ou soumha 300 000 euros. Le McLaren Speedtail, un hypercar hybride, خرجت الماركة الإنجليزية فيها موتور قوته 1050 زيلة. الكاروسري en fibre de carbone, inspirée من الفورم متاع قطرة الماء, يعني des lignes simples ou fluides, يذكرونا في Jaguar XJ220. في بلاصة لي ريتروفيزور نلقاو 2 كاميرات. كيف تجري الكهرباء برشا وتتعدل المود فيلوسيتي لي ريتروفيزور يتسكروا و 2 ايلرون اوتوماتيك يخرجوا pour optimiser la poule. المكلارين باش يتصنعوا منها 106 كراهب وكان تحبوا تشريوها سومها 6 مليارات توينسا. في اخبار الجيمينج كود ماسترز خرجت جو فيديو دو كورس جديد اسمه ديرت رالي 2.0. لا سورتي اوفيسيال باش تكون نهار 26 فيفري 2019 متوفر سو بلاي ستيشن 4 اكس بوكس ون. وهذه لا 13e فيرسيون من سيري كولين ماكراي رالي. Le T-Cross هو أصغر SUV عند الماركة الألمانية Volkswagen. صغير أما يتميز باللي زيكيبمون دو سيكوريتي كيف لو فرونت أسيست افيك ديتيكسيون دي بيتون لاسيستون دو مانتيان دو فوا و لو ديتيكتور دونجل مور. ماذا بينا كان دار نقل جيب منه كرهبة مناسبة لتونس خاصة كيف نشوفوا حالة الطرقات في بلادنا. نمشيو لميامي في الأستون مارتين ريد بول ريسينغ فورمولا مع ماكس فيرشتابن لو بيلوت نيرلندي وأصغر فائز في تاريخ الفورمولا واللي ربح لو غران بري دو بارسلون 2018 وعمره 18 سنة ووقتها مازال كيف خدي البيرمي دو كوندوير.
في الفيديو انسوليت باش نشوفوا دي 4x4 يحاولوا باش يتعداو في واد، تجربة صعيبة اما المحاولة كانت ناجحة. في كونكور دو دريفت زوز كراهب في البيست دخلوا في بعضهم، صدمة كانت قوية اما من غير اضرار بدنية. حكاية الجيب بدأت عام 1940 في فترة الحرب العالمية الثانية، وقت اللي الجيش الأمريكي عمل أبل دوفخ باش يتحصل على كهربة توتيغان. في الكايت شارج فرضوا أنه الكهربة لازم تكون عندها كاروسري ريكتانجولير، كاترو موتريس، أم بار بريز رابطابل، دي فو دو كروازمان، ودي فار لونغ بورتي، وزنها ما يفوتش 590 كيلو وتنجم تتحمل 272 كيلو. بنتام مصنع كراهب صغير ومش معروف وقتها تمكن باش يربح المارشي هذا بفضل المهندس نيكولا تاتلو، وبعد ما تعديت الكرهبة بدي تيست وجربوها في ظروف صعيبة وافق الجيش واعطاوها اسم جيب، يعني Just Enough Essential Parts، يعني بأقل قطايع ممكنة نجمو نصنعو الكرهبة هذه. فما اللي يقول زادة اللي جيب جاية من جي بي General Purpose. في عام 1942 كثر عدد الكراهب اللي طلبهم الجيش، هذيك علاش ويليس وفورد خذوا جزء من المارشي ومع بعضهم صنعوا 637770 كرهبة حتى العام 1945. فورد ويليس كانوا يصنعوا نفس الموديل، اما فورد عملت ماركاج باللاتر اف على القطايع الكل متاع الموديل اللي يخرج من المصنع متاعها. الجيش الامريكي كان يشري الموديل هذا ب 736 دولار. أول موديل الاستعمال المدني هو جيب سي جي 2A، تصنع من عام 1945 حتى 1949. في الخمسينات والستينات نلقاو زادة برشا موديلات أخرين كيف سي جي 3A، سي جي 3B ولا جيب كوموندو. أول جيب رانجلر إيغريك جي تصنع عام 1987، ومن أشهر الموديلات عند جيب هو الجران شيروكي اللي تصنع عام 1992. اللانسمون تاع الموديل هذا في النورث امريكا انترناشونال اوتو شو في ديتروا كان اوريجينال، وقت اللي الصحفيين يستناو فيها باش تدخل من الباب، روبرت لوتس لو باترون تاع كريسلر لعب الكهربا في الدروج ودخل ديريكتومون في البلا. الجيب يتميزوا باللوك اوتنتيك، قوة الموتور وقدرتهم على تحمل الظروف الصعيبة الكل. في 2016 تبيعوا 1,400,000 SUV، يعني أكثر من 2008 ب 500,000 كهربة، الثلثين في شمال أمريكا. من عام 2017 الجيب تتبع فيات كريسلر أوتوموبيل، وتوا نخليكم على صدري اسكندر في الاسم تاع جيب رانجلر الجديدة. وصلنا دونك للسي نتاعنا اليوم في اوتو برو، الجيب رانجلر هذا الجيل الرابع، والجيل خرج في عام 87 وكل 10 سنين عوضوا 97 2007، وقدموا الموديل هذا في 2017 باش يتباع سنه. دونك اون فيرسيون اللي ذكرنا موديلات الاخرين ناقلوه من الغزره الاولى نعرفوه للجيب، فاما الموديل هذا جديد 100% كالندرا 7-3 ما زادوا عرضوا فيهم، عنا ضوي مدورين كالعادة ما فول لاد 12 لاد في وسطهم، بار شوك زادة تبدل نلقاو لي كلينيتون انتيغري في وسطهم افيك اوسي ان اكليراج لاد، الكابو مخدوم اكثر من قبل باللي بريس دير هذوما اللي خرجوا سخانة الموتور ولازم منهم خاصة اون مود تو تيران. دونك ديزاين مربع كالعادة، بار بريز مايل اكثر من قبل يزيد في الايروديناميزم نتاع الكهرباء تستهلك اقل. دونك جربنا الفيرسيون سارا روبيكون، سارا دو بورت السقف الكل ويتنحى، لوك تريز اغريسيف حلو ياسر، وفي الروبيكون البارك شوك لي زيكستريميتي نتاعو لازم يتنحاو بور دي كاباسيتي دو فرانشيسمون هايلين. بوكو دو بوسيبيليتي في السارا ولا الروبيكون اون دو ولا كات بورت وحتى زيرو بورت. كما فهمتوا من برا نفس الشكل اما تحسن برشا، ومن الداخل زاد واكثر حاجه اللي تبدلت هو الداخلاني، اكران كبير 8.2 بوص تاكتيل، قدامنا زاد عندنا ان اكران ما بين لي دو كونتور، لي كونتور حلوين اللي عندهم رابيل اورانج، جوده تبدلت برشا، عندنا كاليتي دو فينيسيون تحسنت ياسر على قبل بالجلد،
à tableau de bord zeda les plastiques zeda khir men qbel on a des petits rappels qui m'a tarif tkhdemhom dji pièce lhafen qui m'a houni un hommage de Louis Lys fil boîte de vitesse on a deux boîtes de vitesse btbi'a wahda adiya wahda le mode 4x4 ou dkhlini hada lkol ou étanche enjem qbel ou ytghsel bel ma directement. Avant de nous laisser un Jeep Wrangler, tu vas ajouter qu'il a dans la rubrique interne à l'occasion AutoPro. L'occasion AutoPro, je m'a aidé à la Hyundai Grand i10. Caraba presque jdida, mais j'ai 70,000 km, من عام 2015. Première main, où l'entretien m'a à jour. Il y a des jantes alu, des rétroviseurs électriques, climatisation, des vitres électriques, volant en cuir ou le moteur 1 litre 2. Les avantages m'teha donc comme entretien à jour fidèle Hyundai, première main, un difa en bon état men dekhlou men bar. سوم الكهرباء هذه 29 مليون و500 دينار كان عجبتكم وتحبوا تشوفوها ولا تشريوها اطلبونا على الرقم 54 220 220 وكان انتم زادة تحبوا تبيعوا كهربتكم تنجموا تطلبونا على نفس الرقم. كما شفتوا الكهرباء تحسنت في الشكل نتاعها البراني من الداخل زادة في الجابة وحتى في سياقتها في الكونفور على الاوتوروت لانسونوريزاسيون مثلا لي سسبنسيون زادة تصبحوا توا مود تو تيران وتعملوا كي سقنا الموديل القديم باهتنا في لي كاباسيتي فرانشيسمون نتاعو احسن 4x4 اللي نجمت نسوقو في حياتي سني حسب ما قالوا المهندسين نتاع جيب زادوا قوي في لي كاباسيتي نتاعو وقايد باش نجربوه مود تو تيران. نجمنا نجربو دوك ان 2 و 4 بورت ان فيرسيون ديزل و اسانس اسانس اللي عنده 4 سيلاند 270 زيلة دوك موتور قوي برشا يعوض ال V6 هذا الداود سايزينغ للي فيرسيون اوروبيان ال V6 كان عنده ياسر دي زيميسيون CO2 دوك عوضو موتور باهي قوي حتى كان ما عندوش نفس الصوت اما نفس لي كاباسيتي نفس القوة حتى كان ناقص زادة 20 زيلة على الفيرسيون V6 اما ما نحسوش اللي ناقص قوة خاطر الموديل هذا اخف من القديم نجمنا نتعديو وين نحبو جيب معروفة بالقدرات نتاعها في الكاباسيتي فرانشيسمون الموديل هذا عنده طول الADN تاع الماركة الأمريكانية ما نوقفوش. من الرانجلو دوبل بون ونجمو نتحكمو على البلوكاج نتاع البون افون والبون اريير بنزلة على الفلسة هذي اللي تخلي الكوبل يتقسم على الاربع جزر. عنا البوات زادة في اللي عندنا 8 فيتيسات والدوبل بون زادة نجمو نسوقو en mode 4 roues motrices, 4H, le hike, on a joué radio les obstacles, les sardettes ou le four en régime ralenti, à très bas régime, on fait le mode 4L, qui m'a gilé le fin et gilé le fin, le fil, il a joué un jarab, gilé rabaheva, zed bahetni. Carabahel, elle tourne sa marsara, sous ma bichebda, rallye choya le prix de la performance. Don't call me. We're getting lost in the sound. So I won't be available if you're calling around. So I'm trying to shut me down. Voilà, حلقتنا نتاع اليوم وفات هوني ان اوتريش بالجيب رونغلور ان شاء الله عجبتكم انا نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت نفس القناه pour de nouveaux essais. Salut.